متتبعي قناة الفاسبريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. ضيف الحلقة لهذا الأسبوع هذا هو السي مصطفى عقيد، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء عن حزب الاستقلال. كما تعرف مجموعة من المتتبعين أن حزب الاستقلال في مدينة الدار البيضاء أول مرة تيساهم في تسيير تاع مجلس مدينة الدار البيضاء، وداخل في واحد التحالف ثلاثي ما بينه وبين الأصالة المعاصرة وحزب التجمع الوطني الأحرار. مجلس المدينة الآن منصب أو في نهاية النقاشات حول برنامج العمل، علاش تأخر برنامج العمل مدينة الدار البيضاء، وعلاش هذا المجلس ما سرعش من وتيرة إنجاز المشاريع اللي كاين الآن في الدار البيضاء؟ كل هذه القضايا سنناقشها مع سي مصطفى عقيد. سي مصطفى مرحبا بك. شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة، وبطبيعة الحال من يمكن أن نقدم لكم واحد التحية على اهتمامكم بطبيعة الحال بالمدينة الدار البيضاء وعلى التدبير الجماعي بالنسبة للدار البيضاء، لأننا كنشجعوا حضوركم دائم في كل أشغال ديال الدورات هذا. شكرا سي مصطفى. هذا واجب الان مجلس مدينة الدار البيضاء منكب على يعني القراءه الاخيره، نقولوا القراءه الاخيره للبرنامج العمل، ولكن الخصوم ديالكم يعني المعارضه داخل مجلس المدينه تيقولوا بانكم تاخرتوا كثيرا في خروج هذا البرنامج العمل، وبحال اللي ما عرفتش تصنعوا لنا هنا. بالنسبه لنا ملي نجيو نحاولوا معكم كنهضروا على المسطره وعلى القانون بطبيعه الحال المتعلق باعداد برنامج ديال العمل ديال الجماعه ديال مدينه الدار البيضاء، غنستندوا الفصل المادة 78 من القانون التنظيمي 113-14 ولا المرسوم 301-16 جوش بطبيعة الحال اللي موقعون يتشي بن كيران، اللي كيحاول ما يمكن يحدد فيه المسطرة ديال الإعداد بالنسبة لهذا. كتقول على أساس أنه بالنسبة لا القانون التنظيمي ولا المرسوم كيقول على أنه يتم إعداد برنامج العمل في السنة الأولى من مدة انتداب بالنسبة للمجلس الجماعي، كيقول ايضا على اساس انه بالنسبه لنا هاد الاعداد كيبدا بواحد القرار كيتخذ في واحد الاجتماع تشاوري كتراسه السيده العمده، وكيكون مع النواب ديالها اعضاء المكتب، وكيكونوا رؤساء ديال اللجان الدائمه، وكيكون ممثل ديال العماله، وكيكونوا مصالح خارجيه، وتما كتحدد الانطلاقه ديال الاشغال كيفاش هذا، وكتحدد المنهجيه اللي غنعتمدوا بطبيعه الحال بالنسبه للاعداد ديال هاد البرنامج. القانون التنظيمي ولا المرسوم ما كيجاوبوش على السؤال في حاله الا تعدينا ديك السنه اشنو سوقع، كيخليهم محلول. علاش؟ لانه مداركين على اساس ان العمليه ما سهلاش. اولا كيلزمك القانون على اساس انه دير التنسيق ودير الانسجام ودير الالتقائيه ودير بطبيعه الحال التكامل مع برامج اخرى. اولا البرنامج الجهوي، البرنامج ثم برنامج ديال العماله، ثم البرامج الحكوميه اللي كتنفذ في التراب ديال الجماعه ديال مدينه الدار البيضاء. هذه العمليه ديال التنسيق كتاخذ بزاف ديال الوقت. ثاني حاجه القانون ايضا كيلزمك على اساس ان دير تشريح ديال الواقع اللي كاين على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي والمستوى البيئي والمستوى الثقافي والمستوى الرياضي والمستوى هذا بمنهجيه تشاركيه، يعني خصك تنفتح على مجموعه الفاعلين، الفاعل الاقتصادي، الفاعل السياسي، الفاعل النقابي، الفاعل المدني. يعني هذه العمليه كلها تستغرق اكثر من سنه. كتستغرق اكثر من سنه، طبيعي. لانه الا درتي تشخيص خاطئ غتعطي حلول خاطئه. واش خاصك تاخذ الوقت ديالك باش تحاول ما امكن يكون تشخيص عام ومعمق وتكون مشاوره، هذا الشيء دار من الطبيعي. دابا خذوا الوقت شويه. شنو هي الاولويات تاع البرنامج العمل اللي كاين دابا الان اللي غتتم المصادقه عليه ربما في شهر مارس؟ نعم، اذا بالنسبه لنا احنا كاين جوج الحوايج ملي كناخذ مدينه الدار البيضاء. كاين الطموح ديال ان مدينه الدار البيضاء تكون مدينه متروبوليه حديثه ذكيه، ولكن كاين طبيعة الحال على أساس أنه في إطار طبيعة الحال الحكم اللي دار صاحب الجلالة وكان موفق فيه بشكل كبير هو أنه مدينة ديال التناقضات. هو كاين هذا الشيء اللي كنقولوا حنا ديال التجارة في واحد المستوى عالي، الصناعة في مستوى عالي، واحد المجموعة ديال الحوايج، مدينة المال والأعمال، ولكن مقابل مدينة البؤس والفقر. مدينة البؤس والفقر وهذا وهذا. والهدف الأساسي والرئيسي بالنسبة لبرنامج الأعمال هو تحاول ما امكن دير سياسه القرب باش تحاول ما امكن انه تقدم الخدمه ديال القرب للمواطنات وللمواطنين. اذا بالنسبه لنا هنا على المستوى البيئي كاين واحد المجموعه ديال التدابير باش نحاولوا ما امكن كنعرفوا بان مدينه الدار البيضاء هي مدينه ملوثه وبكل اسف بطبيعه الحال، على اساس انه بالنسبه لنا نحاولوا ما امكن نقصوا من الحده ديال التلوث والتاثير ديالو السلبي بطبيعه الحال على الصحه ديال المواطنين وهذا.
على المستوى الثقافي بطبيعة الحال كاين هناك برامج كبيرة في إطار مهرجانات وتشجيع بطبيعة الحال واحد المجموعة ديال التراث اللي تعرفت به مدينة الدار البيضاء. على المستوى الرياضي راه كاين بطبيعة الحال وغنديروا أكاديمية على غير الأكاديمية ديال محمد السادس اللي كاينة بطبيعة الحال في هذاك، ونحاولوا ما يمكن أنهم نديروا نهضة كروية في المستوى على المستوى بطبيعة الحال ديال سير الجولان والتنقل. وهذا كاين مجهود كبير ديال فتح طرقات جديده وبطبيعه الحال قناطير منشات فنيه، هذا ثم تعزيز بطبيعه الحال الاسطول ديال الحافلات والاسطول ديال التراموي وهذا والباصوات. ولكن هذا المجلس العام المجلس المدينه بالامكانيات الماديه اللي تنعرفوا الماليه ديالو اللي ربات الثلثين ديالها تمشي للنظافه الثلثين تمشي واش قادر يدير هذه المشاريع اللي تتهضر عليها مثلا؟ هو فعلا حتى كيلزمك ان تحت القانون على اساس انه تكون بطبيعه الحال انت دارك حاول ما يمكن تشتغل وتبرمج وتخطط وتهندس في اطار الامكانيات الماديه اللي هي متاحه لك. كاين حنا بالنسبه لنا حتى القانون اش كيقول؟ كيقول لك بانه انت كتبرمج شي حاجه اللي كتمول انت، ولكن في نفس الوقت كتساهم في برامج اللي كيقدر يديرها بطبيعه الحال شراكات بشارك في اطار شراكات في اطار ومفروض على اساس انه تشتغل على انه دير تعبئه كبيره باش تحاول ما يمكن انه تجيب وتنمي. ولكن بالنسبه لك البرنامج العمل واش خصو يكون نوايا ولا يكون برنامج اللي قابل للتنفيذ؟ لا لا، وهذا الشيء راه قلناه في النقاش داخل اللجان على اساس ان بالنسبه لنا نمشيو في حدود الامكانيات ديالنا. اولا ما لا هضرتي على اكاديميه تاع كره القدم بحال محمد السادس راه غتساهم فيها الجهه بنسبه كبيره بطبيعه الحال. حنا بالنسبه لنا المساهمه ديالنا على قد الامكانيات ديال الماديه. حنا بالنسبه قلت لك على انه بالنسبه لنا حنا قلنا على اساس ان ما نبيعوش الوهم البيضاوي ونحاولوا ما يمكن نشوفوا حدود الامكانيات ونحاولوا ما يمكن نراعيوا الاولويات شنو محتاج ليه البيضاوي هو اللي نعطيو اولويه ونسبقوه بطبيعه الحال نحاولوا ما يمكن نديروه. يمكن يعني التدبير الجماعي اليوم راه غادي تحت شعار على اننا كندبروا في ضائقه ماليه كبيره. الامكانيات الذاتيه بطبيعه الحال ضعيفه جدا. يلاه بطبيعه الحال كنحاولوا ما يمكن على اساس انه نديروا شي استراتيجيه باش نحاول ما يمكن ننميو المداخل عبر على اساس انه بالنسبه لنا نديروا التطهير ديال الميزانيه اولا. والسيد العمده راه خدام عليه لانه هذا الشيء ورثاته بطبيعه الحال على تدابير سابقه في المجالس السابقه وهذا، وراه بدات من 2003 وهي كدير عمليه ديال التطهير باش ما تبقاش تقل الكاهل ديال الماليه ديال المدينه. نحاولوا ما يمكن على مستوى الممتلكات انه نديروا التثمين بالنسبه للممتلكات ونشوفوا بطبيعه الحال كاع لي شوت اللي كاينين ديك بقايا الطرق داك الشيء اللي غير صالح للبناء وداك الشيء اللي هي في مساحات صغيره وداك الشيء. بعض تيقول بان يعني تنمشيو لبرنامج عمل المستقبل وكل الحاضر عندنا هنا حاضر فيه البؤس كما قلتي يعني حاضر هذه المشاريع المتعثره على مستوى مدينه الدار البيضاء، تيقول بان المجلس الجماعي ولا ايضا المجلس الجهوي ولا مجلس العمل يكون كبوا باش يحلوا المشكل تاع هذه المشاريع غتبان واحد الوجه اخر للمدينه. شكون اللي كيقول دابا هذا الشيء؟ هذه المعارضه دابا حنا يعني تيقول بان هذا المجلس الحالي فاشله حتى في اخراج هذه المشاريع اللي كاينه في الدار. بالنسبه ليا نقول لك واحد القضيه، خصنا نكونوا واقعيين نكونوا منطقيين نكونوا نعرفوا شنو كنديروا. حنا بالنسبه لنا مثلا الا غادي ناخذ مثلا العداله والتنميه مع كامل الاحترام ديالهم، من 2003 هما كيسيروا مدينه الدار البيضاء من البدايه مع الشديد في مواقع مسؤوليه مهمه. والولايه الاخرى كان عندهم كلشي كيترأسوا المجلس المدينه كيترأسوا مجلس العماله عندهم تمثيليه واجنه في مجلس الجهه عندهم حكومه عندهم ساكن حوالي. نقولوا شنو الحصيله ديال هذاك؟ داروا برنامج عمل بطبيعه الحال ديال 2016 2021 كنديروا التقييم كنلقاو بان انجزتنا 32% من المشاريع اللي داروا بهذه الامكانيات الضخمه اللي عندهم. تكون انت كتسير واحد 20 عام مدينه نجيو على الفتره الاخيره كانوا مساهم ملي نجي انا نوقف عام ديال 2013 غيكونوا ساهموا في التسيير واحد المده ديال 10 سنوات. جاء الخطاب الملكي التاريخي في قبه البرلمان اللي كيحاول ما يمكن يدير التقييم ديال التدبير الجماعي لمستوى مدينه الدار البيضاء. الحكم اللي عطى صاحب الجلاله شنو هو؟ انه كاين ضعف الحكمه، ضعف الحكمه وهما في التسيير. فهمتي؟ راه ماشي تستند ليا على الخطاب باش تقول بان اليوم انا اللي عندي ضعف الحكمه، لا انا غير الله عندي عام. التقييم الا بغى يكون موضوعي بالنسبه للتدبير الجماعي الحالي هو يلا خدامين على برنامج العمل. برنامج العمل هو التعاقد اللي غادي نديروه مع البيضاويين يعني انتوا مسؤولينش على شيء وانا غنتحاسبوا عليه. حنا بالنسبه لنا اليوم كندبروا ديال الاختلالات والاشكاليات واللي ورثنا بطبيعه الحال على المجالس السابقه. يلا حنا كندبروها راه لقينا داك الشيء ما شاء الله وصافي فهم. كنحاولوا ما يمكن نديروا جهدنا على انه نتغلبوا على هذا الشيء
وبطبيعة الحال احنا بالنسبة لنا اليوم تحققت واحد المجموعة من الإنجازات في القطاع ديالنا لا فاعل المجتمع الممتلكات في الشق الاجتماعي في واحد المجموعة ديال غادي داك الشيء غادي كل شيء مثلا ما يلمسوش المواطن فين هو الأثر ديالو غادي يجي من الأثر ديالو غادي يجي من بعد أنا كنقول لك هذه المشاريع كلها اللي كندبروا اليوم هي مبرمجة في برنامج العمل السابق بطبيعة الحال هي كل شيء المشاريع الكبرى اللي كاينة في الدار كاينة في مخطط تاع تنمية الجهة ما كايناش يعني احنا كنآمنوا وكنشتغلوا بناء على التراكم احنا ما كنقولوش كنديروا القطيعة التراكم الاستمرارية ما عندناش مشكل هو اليوم ما يكونش واحد قاسي في الحكم على التدبير الجماعي اليوم وكيكون طبيعة الحال منسوب ليه يعني انت تتم الان العدالة والتنمية والخرجة ديالو لا ماشي لا ماشي قال الخرجة انا ماشي جاي اليوم باش نجاوب العدالة والتنمية ولا شي حاجة بحال هكا هما اصدقاء وكنحترمهم وكنقدرهم وحزب بطبيعة الحال وطني كيشتغلوا كفاءات حقوا انجازات حقوا هذا مساهمة ديالهم مشاركة ديالهم في النقاش مفيدة جدا انا ما كنقولش لا ولكن احنا بالنسبة لنا ملي نجيو نبغيو نصدروا احكام نحاول ما امكن نراعي شويه بطبيعة الحال نحاول ما امكن نشوف على اساس ان بالنسبه لي واخا هذه المعارضه انتم داخل التحالف الذي يسير الدار البيضاء تيقول بان التحالف راه هش في اي وقت يعني يقدر يتفك التحالف الدليل هو ان هادشي اللي قام به السي مصطفى حيكر في الدوره الاخيره تاع المجلس ديال الدوره والانتفاضه ديالو هذاك التهديد ان كان قال بان كنا غادي نسحبوا من الدوره دابا حنا بالنسبه لنا عندنا نوضعوا هادشي في السياق ديالو اولا حنا بالنسبه لنا من 2003 ما كانش يروج مدينة ستار وقع لنا الغبن لأنه إحنا اللي كنا جنا الأغلبية في 2003 وقع ما وقع واحد السيد عنده ثلاثة ديال الأعضاء إحنا عندنا 20 عضو والعمدة هذا الشيء ما غاديش نرجعوا ليه ما غاديش نبقاو نهضروا فيه ذاك دونك إحنا بالنسبة لنا هذه المدة كاملة ما كانش يروج مدينة ديال ستار يلاه اليوم إحنا مشاركين أنتم كحزب الاستقلال كحزب الاستقلال يلاه اليوم إحنا مشاركين في التسيير في إطار واحد التحالف طبعا هذا التحالف ماشي فقط تحالف على مستوى مدينه الدار البيضاء بل هو تحالف وطني مشى وطني دارت لي اسقاطات جهويه دارت لي اسقاطات على مستوى العمالات ودار لي اسقاطات تاع المستوى المدن في اطار هذا التحالف حنا كحزب استقلال عندنا واحد المرجعيه اساسيه هو انه حنا مدرسه ديال النقد الذاتي ديال الزعيم على الفاسي يعني في النقاش الداخلي عندنا حنا في حزب الاستقلال كاين الانتقاد هذه ثقافه تربات فينا حنا بالنسبه لنا كنديروها تبقى حزب اي حنا اليوم ملي ننتقدوا ما خصش يفهموا الحلفاء ديالنا على اساس انه بالنسبه لنا هذا راه فيه شي تمرد ولا شي حاجه خروج على التنسيق ولا لا لا حنا بحالكم التركيبه ديالنا في الثقافه ديالنا واللي ما فهمناش يمشي يقرا الكتاب ديال النقد الذاتي غادي يقدر يفهم السلوكات اللي كنمارسوا حنا اليوم في هذا الشيء ولكن حنا بالنسبه لنا نتحاسبوا على الالتزام في اطار التصويت راه لحد الان ما عمرنا احنا بالنسبه لنا صوتنا ضد التوجهات اللي كتمشي فيها الاغلبيه ويحاسبونا على الحضور داخل اللجان والانضباط ويحاسبونا على الحضور داخل الدوره دائما احنا بالنسبه لنا حضور مكثف حضور وزين حضور مؤثر حضور فاعل حضور هذا اذا كاين هذا الشيء طبيعي على اساس انه بالنسبه لنا يكون الاختلاف راه اختلاف راه ظاهره صحيه حنا كنقولوا اليوم راه ما يمكنش حنا نكونوا ملحقه لشي حد وما يمكنش نكونوا آلة ديال التصويت ما يمكن الا نكونوا حنا بالنسبه لنا فاعلين ومؤثرين ومشاركين مشاركه حقيقيه اش كتلتزم هو وقع انفتاح وانه كل شيء تحط اطب وكل شيء تناقش وكل شيء نحاول لو هذا الموقف تاع حزب الاستقلال ولكن التحالف بحد ذاته واش كاين منسجم ولا غير لا هو مهش. لا ماشي هش لا ابدا ماشي هش هو كاين الانسجام مفروض على اساس انه تفعل فقط الاليات ديال التنسيق داخل التحالف لانه كنقولوا مثلا العمده هي رئيسه المجلس الجماعي ولكن في نفس الوقت هي قائده التحالف خصها تخصص واحد شويه الوقت باش تحاول ما امكن على اساس انه تجلس مع المكونات ديال التحالف بحال كما دارت مؤخرا واحد اللقاء معها كان مثمر مهم انعكاسات الايجابيه ديالها جات في الدورات يعني بغينا على اساس انه نضمنوا هذا الاستمرار كنت تيبان في المكتب المصير بان اذا استثنينا عضو ولا عضوين تبقى باقي الاعضاء المكتب المصير بدون تجربه بدون يعني حضور اصلا كل واحد عنده ملف ديالو كيحاول ما امكن انه يدبر الملف ديالو راه فعلا انا بالنسبه ليا لا الاخوات ولا الاخوه اللي كاين تما والله الا بادلين مجهود محترم ومقدر يشتغلوا بطبيعه الحال
كاين اللي بطبيعة عندك شي كيتسوق الاعلام كيبان بان وكاين اللي ما كتسوقش الاعلام كتبقى. انا بالنسبه لي ناخذ المثال بالنسبه للاخت ولهان مثلا في القطاع الاجتماعي والله العظيم دايره واحد العمل مهم بزاف بشكل كبير. الملتقى الاول ديال المنظومه الاجتماعيه اللي دارت فعلا وجمعات كاع الشركاء وكاع الاطراف اللي معنيه بطبيعه الحال بالقطاع الاجتماعي، ها هو اليوم هذوك التوصيات كتبلور في ارض الواقع. ها هو ولا عندنا مثلا المراكز الاجتماعيه على مستوى بطبيعه الحال كل مقاطعه غيكونوا جوج ديال المراكز الاجتماعيه، غنولي عندنا بطبيعه الحال 32 مركز اجتماعي للايواء بطبيعه الحال الاستعجالي للتكوين للتاطير لهذا، واحد المجموعه ديال الخدمه. ها هو وهذا الشيء ما مسوقش اعلاميا وما كيبانش. انا عطيت انا نموذج، حنا مشاركين في المجلس ثلاثه ديال الاعضاء، الاخت نوال هي نائبه ديال كاتب المجلس، والاخوين مولاي حمد فلال مولاي حمد فلال انت عارف الانجازات عارف الانجازات اللي دارت الان في القطاع ديال النظافه واللي بطبيعه الحال شي حاجه غير مسبوقه، وحتى التحسن بطبيعه الحال بالنسبه للخدمات ديال النظافه راه كيلمسوا البيضاويين اللي بي جي دي تيقول لك كاين تدهور على مستوى النظافه. هو اللي بغى يقول شي حاجه يقول غادي نقولوا حنا البيضاوي هو اللي كيحكم الواقع، هو اللي كيحكم هذا الشيء ديال المصنع ديال التثمين وديال النفايات. راه دار فيه مجهود كبير لاول مره بطبيعه الحال في اطار ذاك التواصل المنتج هذا، ولات وزاره الداخليه داخله في الموضوع وكتحاول ما يمكن انه تساهم بشكل كبير بطبيعه الحال في التنفيذ ديال البرامج على مستوى القطاع النظافه. هذا مهم واساسي، ما يمكنش يكون جا هكاك، جا بمجهود استراتيجيه بتواصل بواحد المجموعه برمجه حقيقيه ديال واحد المجموعه ديال المشاريع. هذا بطبيعه في القطاع ديال 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 الممتلكات اللي كيدبروا الاخ حسين نصر الله كاينه فيه واحد الجراه غير معهوده. ولا انت كتشوف بطبيعه الحال الاخ حسين نصر الله كيفاش الغايه الاساسيه هو انه نخدموا المصلحه ديال الدار البيضاء. الملف الممتلك درت على الملف الممتلك توبين غادي نختموا، يعني على الاقل في الزمن تاع البي جي دي خرجوا واحد زعما تاع سجيد عفوا خرجوا واحد ثلاثه الملفات والراي العام تبعهم وكذا، جاوا الناس تاع البي جي دي داروا واحد الملف ولا ملفين، هنا ما كاينش حتى ملف الان باقي. حنا بالنسبه لنا بدا هذا الشيء بدايه الولايه، بدات الاصوات كتقول لا للانتقائيه لا لهذا، وهذا الشيء استهداف وهذا الشيء فيه حسابات وهذا الشيء فيه هذا باش ما تلصقش هذه التهمه. قلنا ودي حنا بالنسبه لنا غنحطوا هذا الشيء، نديروا يوم دراسي في الممتلكات، نديروا جرس حقيقي بالنسبه لكل الممتلكات، ونديروا ورقه تقنيه بالنسبه لكل ملك من الاملاك ديال الجماعه، ونحاولوا ما امكن عن طريق طبيعه الحال الدراسه داخل اللجان وداك الشيء نشوفوا السبل ديال معالجه كل ملف. حنا بغينا نفاتحوا باش يكون اشراك ديال الجميع، ما بغيناش على ان المدبر بوحده هو اللي يتكلف هذا الشيء ويديره، لانه قلت لك انا راه بدا هذا الشيء، بدا الصداع لا الانتقائيه ولا هذا. قلنا ودي انا هذا الشيء نحاولوا ما امكن نطريتوا فيه ونحاولوا ما امكن نديروه باش تحط اطاب لجميع الملفات بدون استثناء، والملفات المتشابهه تاخذ فيها نفس القرار وتمشي بطبيعه الحال بهذه العمليه بهذا الشكل. سي عقيد شكرا جزيلا على شكرا على وجهك خويا، مرحبا انا كنت سعيد انني نكون معكم. الله يبارك سي عقيد، شكرا متتبعي قناه انفاس بريس، والى اللقاء في حلقه مقبله ان شاء الله.